كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جميع الاخوان الاصدقاء ديالنا ديال الطيور عامه واصدقاء الحسوم بصفه خاصه والاخوان ديالنا اللي كاينين سواء هنا في المغرب اللي كنعزوهم وكنحترمهم، ولا الاخوان ديالنا ديال البلدان الاخرى، فتحية عالية لجميع الإخوان هو الطيور وطائر الحسون خاصة. ودائما معكم مراد معرف في إطار السلسلة ديال الحوارات والدردشات في زمن الجائحة، الله يجينا ويجيكم، ولموازاة مع هذا الشهر الكريم اللي نتمنى أنه يكون يرجع لكم الصحة والعافية وكل ما تمنوا في الحياة ديالكم الإخوان. إذن هذه حلقة كما وعدتكم في الفيديو السابق، غادي نحاولوا نبداو نتكلموا على طرق التلقين، وتفاهمنا على أنه الحلقة الأولى غادي تكون اللي كنعتبرها هي أول مرحلة كيبتدأ بها أي ملوح، وأنه كيبدأ الخدمة ديالو بكسب طائر ملقين، طائر أستاذ ميتر دو شون. ومن الأفضل أنه يكون هجين كما سبق وذكرت، أحسن طريقة هي أنه يكون هجين لسبب اللي هو بسيط جدا ومعروف عند جميع هو ديال الحسون، وأن تمرير التغريد من طائر إلى طائر كيكون من طائر حي إلى طائر حي كيكون عنده نتيجة أكبر، عنده الخدمة ديالو، عنده الطقوس ديالو، عنده لي ميكانيزم ديالو كيفاش كتخدم به الطائر الحي، ولكن كتبقى أحسن وسيلة لربح الوقت وإنتاج طائر نسبيا غيكون في المستوى. ولكن قبل ما ندخلوا في هذه السلسلة ديال الحوارات، وتسمحوا لي الإخوان، هذه هي المنهجية ديالي، ما كيمكنش لي الخوض مع في الميدان ديال الهواية ولا في وخاصة في ميدان التغريد بلا ما نتفاهموا على بعض الضوابط وبعض المفاهيم. وهذه نيت رسالة بالنسبة للإخوان كاملين اللي كنحييهم اللي كيديروا التنظير في ميدان هواة الطيور، أنهم يردوا البال واحد المسألة، أنه دائما خصك توضع راسك في المحل ديال المخاطب ديالك، باش كيكون الخطاب يوصل ويبلغ الهدف ديالو، هو انك انت كتحط راسك في مكان المتلقي ديال الكلام ديالك ولا ديال التنظير ديالك. فكل واحد فينا حنا هو الطيور عنده واحد المرجعيه خاصه، واحد القناعات خاصه، واحد الباجاج اللي هو راكم على مر السنين والاحتكاك ديالو بالهوات ديال الطيور، يعني واحد الكم هائل من المعلومات اللي مستوكيه عنده في الذهن ديالو، كاين اللي مستوكيها بواحد الترتيب وكاين اللي مستوكيها عشوائيا، بمعنى عنده كل شيء في دماغه وكيتعامل. ولكن كاين واحد الجانب اللي كنحييهم بعض الاخوان اللي عندهم واحد اللي كنسميها انا المعرفه الشفهيه في الولاعه، فكلنا تلقينا واحد المعرفه بين قوسين كنقولوا لي حنا بالمغربيه واحد العرف شفهي تلقيناه من الناس اللي قبل منا ولا الناس اللي كنعاشرهم، وخديناه كمسلمات، فهذوك المسلمات هما اللي اغلبيه كنتعاملوا بهم. فعندما تنظر في ميدان تغريد الطيور كتواجه ناس اللي عندهم واحد الخلفيه في الذهن ديالهم اللي ميمكنش لا تقبل اي جديد ولا اي افكار جديده. علاش؟ لانه دائما الى كما نقولوا بالفرنسيه واسمح مشات لي الكلمه، يعني الى على ديفونسيف، هو دائما يدافع. ملي كيتلقى شي حاجه اللي ربما تقدر تزعزع عليه الاعتقادات ديالو ولا هذا، فانه كيكون في حاله دفاع، ومن ثم كيصدر عنه بعض لي كومونتير ولا بعض ردود الفعل اللي كتكون نسبيا شويه عنيفه، ماشي مشكل، لان هذه حاله نفسيه كنتفهموها. داك العنف في لي كومونتير دليل على انه يرفض اي حاجه غتزعزع عليه السير العادي ديال الهوايه ديالو، لانه لقى راحته في واحد
واحد المساله غادي بها بخير. ملي كتجي وكتقول ليه مثلا واحد المنهجيه جديده ولا واحد المساله جديده اللي توصلوا عليها توصلوا لها الاخوان جدد، فهو كتكون كيتصاب بواحد نسبيا واحد الصدمه ما كتبانش، ولكن هو راه مصدوم داخليا، لانه باش يعاود يراجع الاوراق ديالو خصو يضرب في الزيرو واحد 70% ديال داك العرف اللي تلقاه شفهيا. وهذه حاله صعيبه بزاف، انا مريت منها. انا كنتكلم شو الاخوان بعدا نتفاهموا واحد القضيه، ان اي حاجه لا ما دوزتهاش انا في كنهضر في الهوايه، هوايه الطيور، اي حاجه لا ما دوزتهاش انا في الهوايه ما يمكنش نتكلم فيها هذه خدامه، ما يمكنش لي نهضر في شي حاجه اللي ما عشتهاش حتى انا. فكل هاد الصدمات وهاد المسائل عشتها انايا شخصيا في المسيره ديالي في الهوايه، يعني على مر السنوات، يعني اي مفهوم تلقيته كيجي مفهوم جديد، وانا ذاك الاعتقاد عندي ملي كان يدخل عندي الفكر الجديد كنتكون عندي صدمه، وهذا كيكون كاين اللي كيكون عنده حافز للاجتهاد، لان كتقول كتسائل كتقول علاش هذا السيد وصل لهذه المعلومه وانا ما وصلتش لها. اذا دائما الانسان اللي كيحاول يجيب لك شي معلومه ما تاخذوش كعنصر سلبي ولا كعدو ولا لا، اخذ من عنده السي، ما تقولي لا شكرا لا والو ما والو، ولكن منين ترجع للقواعد ديالك عاود درس المسائل وهذا وحاول تزيد انت بهذاك بهذيك الفكره. على اين ذا بين قوسين، فالحلقه اليوم غنهضر معكم على واحد المساله مهمه في التلقين، الا ما تفهمناش عليها ما غاديش يمكن لي نوصل لكم يعني ما عليه انا بالتلقين. فباش بكل اختصار، التلقين ديال اي طائر سواء هجين، هذا غادي هاد المساله هي ستاندار على جميع الطيور جميع الطيور، وهذا ثبت علميا هاد المساله ببحوثات علميه. غادي نوضع لكم في الرابط بعض الروابط الاسفيه باللغه الفرنسيه والانجليزيه، الاخوان اللي كيفهموا الفرنسيه والانجليزيه يحاولوا يدخلوا لهاد الروابط، يحاولوا غير يقراو يبقى يقراو اليوم عاود قرا غدا وذا باش تدخل الماكسيموم ديال المعلومات، فهم معلومات مهمه اللي عندها علاقه بالتغريد. واحد الرابط اخر غادي نوضعوا لكم ديال واحد الندوه اللي تفضلوا داروها الناس ديال القصر الكبير، واللي كنشكرهم على واحد الندوه زعما جميله جدا، فيها يعني هاد الطرق ديال ولا هاد الابجديات ديال التلقين، فهي غنوضع الرابط حتى هي باش هادو روابط باش كما نقولوا نساو الوتره باش نعرفوا نتكلموا بواحد لو ميم لونغاج. راه ما يمكنش ليا انا دابا نجي معولين الاخوان غادي ندير حلقه ديال التلقين وغنجي السلام عليكم بخير، هذا غادي نشدو هاجين وغنجيبوه صغير وغنوكلو وغنديرو فقه وغنديرو ليه البوله لا ميمكنش ليا نتكلم معاكم بحال هكا. هادشي كاين ولكن بلاتي ماشي دابا خصنا نتفاهمو على واحد المساله، راه عادي داكشي ديال نتكلمو هكا نتلاحو في الهضره هي ربما هي اللي خلاتنا للوراء هاد السنين كامل. كما قلت في واحد الشريط ولا واحد الفيديو انه خص تكون عندك خطه عمل، واحد المنهجيه في العمل. فاول حاجه الاخوان خصنا نعرفوا حنا الطائر كيفاش كيحفظ، هاد الطائر اللي غندخلو هاد الهجين اللي غنجيبو صغير وغادي ندخلو يحفظ خصني نعرفوا شنو هما المراحل اللي كيدوز منه. وهاد المراحل كنلخصها هي مراحل تقريبا 4 ولا 5 د المراحل، نلخصها في 4 د المراحل، وهادي مهمه كما بغيتي تكون دوزتي ديال الفراخ، تكون عندك 70 عام في الاولى، تكون دوزتي 1000 طير في حياتك، فكاع الطيور اللي دوزتي دازوا من هاد المراحل وحنا ما كناش على علم ب ب ب ب ب بالترتيب ديال هاد المراحل، كنعرفوهم غير هكا بالتجربه ولكن ما كنعطيوهمش اهميه. والدليل علاش ما كنعطيوهمش اهميه انهم ما كيخرجوش الفراخ في المغرب، فالكم الهائل ديال الطيور اللي كيدخلوا يتلقنوا نقدروا نقولوا واحد مثلا واحد الرقم واحد 5000 طائر كتدخل في العام، انا قلت 5000 غير هكا غير كمثال، 5000 طائر في العام، يا راه تقدر تكون 10000 ولا 20000 طائر. هاد 5000 طائر شحال كيخرج منه الطائر من طائر اللي هو ممتاز ولا طائر اللي هو مقبول،
ميم با واحد 10%، ديك 5000 راه ما كايناش دابا حاليا في المغرب، ما كايناش 500 طير مزيانه اللي هي 10%. اذا التلقين ديالنا فالصو. الا شفنا اون تيرم داناليتيك دخلنا فيها شويه ديال الارقام، فالهوايه ديالنا راه كنخربوا. العدد اللي كيدخل ديال الطيور بالمقارنه مع النتائج راه كارثه عظمى، وهذا هنا في ناقص الخطر كيتدق. وهذه المساله هي اللي واحد المجموعه ديال الاخوان اللي كيشكلوا معنا واحد المجموعه ديال البحث في ميدان التغريد، اللي كنحييهم من هذا الموقع، هما الاخوان ديال مدرسه الكوبيه، جميع الاخوان مجموعه ديال مدرسه الكوبيه، وخاصه واحد التفاته واحد التحيه للباحث ديالنا السي علي المرضي. السي علي المرضي المعروف ب مسار مولوع، صاحب برنامج مسار مولوع في قناه علي تيفي. هذا الاخ هذا من بين الناس اللي تفطنوا لبعض المسائل اللي كانت غايبه علينا كثيرا، وكان خاص غير واحد كيما نقول واحد لو ديكليك، واحد النقشه باش يفتح المجال. ومع شويه ديال التجاذب الحوارات ما بيناتنا وهذا، فكان واحد التفاف على واحد الافكار، واحد القناعه لاننا خصنا نبدلوا المسار ديال التفكير، ماشي المسار ديال الولاء، المسار ديال التفكير في التلقين. لان راه النتائج كارثيه، نتائج كارثيه. بعجاله، الطائر يمر بمرحلة أولى في الحياة ديالو في المنزل ديالك، يعني في البلاصة فين غتحفظو. المرحلة الأولى هي مرحلة كيقولها بالفرنسية مرحلة لا ميموريزاسيون، مرحلة تخزين المعلومة، مرحلة تخزين المعلومة، هذه المرحلة الأولى. وكل حلقة غادي نتكلمو على هذه المراحل بتفصيل. المرحلة الثانية وهي واحد المرحلة اللي هي المرحلة ديال التقليد التغريد، اللي كنسميوه التقليد الأول، الفرنسية كيسميوه لو برومي بابياج. بابياج هو التبجغيط، هو تقليد الكلام ديال واحد الطائر اللي هو أديلت. إذا المرحلة الأولى لا ميموريزاسيون، التخزين، كيخزن المعلومة. وغادي نتفاجئوا من بعد منين غادي نشوفوا لا دوري، يعني المده اللي كيدوزها في لا ميموريزاسيون، غنتفاجئوا جميعا. المرحله الثانيه كما قلنا فهي مرحله التقليد الاول، لو برومي بابياج. المرحله الثالثه التقليد يعني الثاني، يعني التقليد بحال كنقولوا لو بابياج كونفيرمي، يعني هذاك التبجغيط اللي كتفرزو، نهضروا بالعاميه المغربيه، واحد التبجغيط اللي كتفهم فيه انه بدا كيفرز هاد الاغروده من هاد الاغروده، هادي كوليوس، هادي بليبليوس، هادي طابليتيوس، هادي ديني صافي تبجغيط مفرز كلام غير هو زربان، وهذا كيتسمى لو بابياج كونفيرمي. والمرحله الرابعه هو تثبيت التغريد، لا كريستاليزاسيون دي شون، او لا كريستاليزاسيون المعنى ديالها هي البلوره، كريستال والبلار، يعني بلورات التغريد. هادو ربعه ديال المراحل الاساسيه كيدوز منها اي طير، سواء ميستو سواء مقنين سواء كناري سواء اي طير مغريد في العالم كيدوز من ربعه ديال المراحل. فالمولوع الا ما كانش ضابط هاد ربعه ديال المراحل وعايشها بدقه مع الطير ديالو، فهو كما نقولوا يمر جانبا، غيدوز جنب التلقين، غادي من تما كتبدا الخساره ديالها. فكل مرحله عندها ضوابط ديالها، عندها الوقت ديالها، خص تعرف وقتاش كتبدا وقتاش كتسالي. كل مرحله عندها التعامل ديالها، وكل مرحله ما خصكش تحرقها ليه. بمعنى الا كان خاصو يدوز شهرين في لا ميموريزاسيون، في تخزين المعلومه، فشهرين خصو يدوزها في لا ميموريزاسيون. وهنا غادي نرجعو غادي نتكلموا من بعد واش التخزين كيبدا من، حيت باش ما ندخلوش لديك المتاهات ديال واش كيتعلم في البيضه، وهداك الشيء كلشي غنهضرو عليه، وكلشي بمسائل علميه. حنا ما كنجيبو حتى شي، ماشي شي واحد اللي غنبداو نجيب لكم من راسي،
ان الا ما كانش واحد الدليل علمي، حيت هادشي عنده علاقه بالعلم. ملي كيقول لك واحد العالم بان الطائر كيسمع في البيضه، راه سالينا، ما غاديش نمشي انا نسمع واحد كيقول لي لا راه ما كيسمعش في البيضه. المرحله الثانيه ديال البابياج ديال التبجغيط الاول والثاني حتى هي كل واحده، وتما فين كتبان كما نقولوا حنا الحداقه ديال المولوع. هما في هذه المراحل، وانا من الناس اللي كيعجبوني هذه المراحل ديال التبجغيط. نهار الطائر كيتبدل الكلام وكيبدا يتكلم، صافي بالنسبه لي انا ما بقاش ديك سالات خدمتي، كتبقاش انا ما كي صافي. ما احسن وقت اللي كندوزو مع الطائر هو التبجغيط الاول والتبجغيط الثاني، ملي كيتكلم وصافي كيصول وكيتكاد صافي، ما كتبقاش ديك الشغف وداك على اي. اذا الاخوان انا بعجاله تكلمت لكم على هاد الاربعه ديال المراحل، هي كانت كمقدمه للبرنامج. كان ضروري خصني نثبت معكم هاد المراحل، لاني الا دويت على هاد المراحل وعاد ودخلت في التلقين فما غنساليش، غيكون شويه التسجيل شويه كبير ويصعب علينا نمروا في القناه. فحاولوا الاخوان تركزوا معايا على هاد الاربعه ديال المراحل، تفهموا عليهم مزيان. نحاولوا كل واحد فينا من خلال هذه المراحل يشوف واش كيعيش حتى هو مع الطيور ديالو. اكيد كلكم كتعيشوا وغادي تقولوا راه ما جبتيش لينا شي جديد، راه فعلا ما جبنا حتى شي جديد، وراه هذا هو المشكل، اننا كنعيشوا هذه المراحل وما كنديروا والو ما كنتفاعلوش معها بواحد الطريقه اللي هي وخاصه كنشوفوا الاخوان كيفاش كيتعاملوا مع الطيور، كيفاش كيديروا، وكيبان لك بانه كيحرق الى مرحله، الى ستوبيتي واحد المرحله راه مشاو المراحل كاملين. جيتي حتى مثلا المرحله ديال البابياج ديال التبجغيط وبديتي كديبلاسي وتحرك ولا تبدل ليه الكلام ولا هذا، كاين بعض المسائل اللي راه كيبلوكا تبلوكيه، يعني غيعطيك في واحد الوقيته ولكن من بعد راه غادي يقدر يوقع ليه ان بروبليم، لان هذا سي تان سيكل، هذا واحد لو سيكل كيمشي فيه الطائر. ان سيكل من لا ميموريزاسيون حتى لا كريستاليزاسيون دي شو حتى البلوره التغليد. ان شاء الله غادي تكون الحلقه الاولى في لا ميموريزاسيون وفي التبجغيط. ما غاديش كما قلنا انا ما غاديش نفهم احسن منكم في الطرق كيفاش كتجيبوا المسات، شنو كتعطي شنو كتوكل وداك الشيء، ما ندخلش معكم في هذوك المسائل هذوك كل واحد كيعرف كيفاش كيتعامل فيها. كنظن اننا ديباسينا داك الاخوان كلهم كيعرفوا دابا انه الميسو يجيبو صغير خصو يوكلو خصو هادي وهادي وهادي. انا الحوارات ديالي الدردشات ديالي غادي تبدا معكم من النهار الاول يوم ديال التلقين. اول نهار غادي دير الكلام والطير غادي يسمع، نهار اللي غيبدا يسمع الطير اول كلمه عندك في الدار ديالك ولا في الوكر التغريدي ديالك، هذاك النهار هو ملي كتبدا عندي انايا ملي كيبدا عندي التلقي. فنتمنى انكم ان شاء الله تكونوا في الموعد، غتكون حلقات عديده لان كاين ميتقال، والاخوان اللي عنده شي ملاحظه غنتفاعل معاهم في لي كومونتير، وكل لي كومونتير يكونوا خاصين بالحلقه، يعني باش ما نخرجوش اطار الموضوع ما نسبقوش ما نحرقوش المراحل. فنعيدها مره اخرى، لا ميموريزاسيون، التقليد الاول، التقليد الثاني او التقليد الاخير، وتثبيت التغريد، هادو اربعه ديال المراحل اللي كيدوز منها اي طائر. الحلقات المقبله غادي تفهموا علاش كنأكد انا على ان الانسان يثبت معايا هاد اربعه ديال المراحل، وخاصه انه غادي نعرف بان كاين بزاف ديال الاسئله ديال الاخوان على بعض الحالات ديال الطيور، ها هو عنده 4 شهور او 5 شهور ما جابش هادي، راه ما يمكنش انك تجاوب على شي سؤال مباشره، راه ضروري خاص كما نقولوا واحد التشخيص ديال الحاله التغريديه ديال كل طائر. انسان بغى يسولك على واحد الطائر عنده فيه مشكل تغريدي، راه ما يمكنش تجاوبو ديك الساعه، خاصك تحط عليه واحد 4 ولا 5 ديال الاسئله عاد بامكانك تجاوب. الطائر شحال في عمره، وقتاش دخلتيه، شنو عاطيه، واش طائر حي ولا لا، واش كاخون ولا كتحفظوا في صندوق مغلق، يعني الكاخون ولا عادي، يعني بزاف ديال لي بارامتر اللي خصك تعرفها عاد انت تشوف خلال التجربه ديالك شنو الحل اللي يمكن لك تعطيه ليه، ولا الحيله. ما كنقولش الحل، لا نعطي حلول، كنعطيو حيل دي تروك دي زاستيوس اللي ممكن انه يجربوا وما تصدق ليه.
فهاد المسائل مهمة. نتمنى الإخوان نكونوش تقلنا عليكم وكنا خفاف عليكم في هذه الليلة هذه. إذا إن شاء الله في الحلقة المقبلة نتكلم على جميع المراحل بكل يعني بكل دقة، والروابط ديال هاد البحوثات هذه راه تلقاهم فيكم في أسفل الفيديو إن شاء الله. السلام عليكم ورمضان مبارك كريم، تحياتي واحترامات.